ببلوك نوت معي المحامية الأستاذة منار زعيتر من تجمع النساء الديمقراطي، وموضوعنا لليوم هو النساء في السجون اللبنانية. صباح الخير أستاذة. يعني موضوع بينحكى فيه إجمالا، ولكن مش عم نعرف على الأرض شو عم بيصير أعمال وأشغال. حضرتكم جمعية التجمع الديمقراطي، شو هي الجمعية ومع مين عم تشتغل حاليا؟ تجمع النساء الديمقراطي اللبناني منظمة نسوية بتشتغل على قضايا حقوق النساء بشكل عام. نعم. بهدف إلغاء كل أشكال التمييز ومناهضة كل أشكال العنف ضد النساء. عنا مراكز منتشرة بكل الأراضي اللبنانية، ومنشتغل عبر حملات الضغط والمدافعة لتعديل القوانين التمييزية ولحشد الرأي العام لمناصرة قضايا النساء. باليوم يمكن أكثر عم نشتغل مع شركاء آخرين على مشروع اسمه تعزيز. قدي صار لجمعيتكم؟ نحن من 1976. منظمة قديمة، ولكن حاليا عم تشتغلوا مع جمعيات أخرى. يعني بعدد من المشاريع مشتغل مع جمعيات أخرى، بس تحديدا بمجال سجون النساء عم نشتغل مع عدد من المنظمات، مع دار الأمل وكاريتاس الأجانب بلبنان. نعم. ودياكونية منظمة سويدية، ونحن الشريك الرابع بمشروع اسمه تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان بسجون النساء في لبنان. نعم. يعني من الاسم يمكن هلأ بنحكي شوي تفصيلا شو هدف المشروع ولا تحديدا سجون النساء. يعني بطبيعة الحال طلعتوا درستوا هالسجون. صح. قبل ما تبلشوا أعمالكم، هل كان في موافقة من قبل الدولة أنه تطلعوا تدرسوا هالسجن النساء، وشو لقيتوا فوق؟ الجمعيات يعني بمعظمها غير الشركاء الأربعة موجودة داخل السجون، يعني هي بحالة تنسيق وتشبيك دايم مع وزارة الداخلية، وأي شخص أو جمعية ما في يفوت إلا بما تكون وزارة الداخلية موافقة. كون السجون تابعة لوصاية وزارة الداخلية، نحن بالمشروع حبينا منذ البداية، يعني منذ انطلاق المشروع أطلقناه بأدار 2012 بسجن بعبدة للنساء بحضور ممثل، يعني برعاية وزارة الداخلية وبحضور ممثل عن وزارة الداخلية. فالتنسيق موجود بكذا نشاط وبكذا فعالية إذا بدك. يعني عم تشتغلوا سوا؟ صح، بس بمحل تاني، مش يعني نحن من باب التنسيق هيدا كتير أساسي، بس نحن عم نحاول أكثر نرصد الواقع. لأنه شئنا ولا أبينا السجون عم تعاني من كتير من الإشكاليات، وزارة الداخلية معترفة بهيدي الإشكاليات. شو المعاناة اللي عم بتكون داخل السجون؟ يعني ما فينا نقرأ سجون النساء بمعزل عن قراءة لكل وضع السجون بلبنان، واللي هو واقع منه كتير منيح، والإعلام عم بحاول يغطي هذا الواقع. نحن بقراءتنا اليومية عبر العاملات الاجتماعيات وعبر التقارير اللي عم نصدرها، في جملة من الانتهاكات اللي بتطال الحقوق الإنسانية للسجينات، واللي بتطالهم كونه النساء. يعني نحن تحديدا المشروع عم يستهدف سجون النساء، لأنه النساء خارج السجن هن حلقاء ضعف، خارج السجن هن عرضة للانتهاك وللتهميش وللعنف، فكيف داخل السجن؟ الواقع ببين كتير من الانتهاكات. ممكن أعطيك كذا مثال. يمكن المثال الأول اللي كتير ناس بيعرفوه بس ما بيعرفوا حجمه، اللي هو موضوع البيئة والاقتزاز داخل السجن. عمليا السجون هي 4 سجون بلبنان غير مؤهلة لتكون بالمبدأ سجون، هي بمعظمها سكنات عسكرية حولت فيما بعد إلى سجون. فعمليا العدد يمكن السجينات منه كبير، ولكن قياسا لعدد الزنزانات ولمساحة الزنزانات هو كبير. يعني بأحد السجون ممكن يكون زنزانة مساحتها 4 أمتار بيعيشوا فيها 16 سجينة. ففي مشكلة الاقتزاز، في مشكلة الصحة يعني، وكل ما يرتبط بعنوان الحق في الصحة. عمليا ما بيتم المعاينة السريرية لكل سجينة، والنظافة يمكن النظافة الشخصية حدث ولا حرج. نعم. لأنه الدولة ما بتقدم أي من مستلزمات النظافة الشخصية للسجينات، يعني كل ما هو مؤمل للسجينات هو من تقديم الجمعيات. ونحن اليوم بحاجة شوي نقارب الموضوع أكثر، أنه هيدا مسؤولية الدولة. هل هالشي طبيعي أستاذة؟ هو منه طبيعي، لأنه بداية الدولة مصادقة على جملة من الاتفاقيات الدولية اللي بتقول أنه هي لازم تحترم الحقوق الإنسانية، وهي عم تدعمكم، يعني هي بدها تحسن. طب ما ليه مش هي بتشتغل معكم؟ يعني أي تحسين لواقع السجون بده مستويين، بده واحد إرادي سياسية. وعمليا يمكن هلأ في خطة لنقل، وفي قرار مجلس وزراء لنقل السجون إلى وصاية وزارة العدل. نأمل اليوم في مديرية السجون بوزارة العدل عم تحاول تحط خطط،
بالمقابل غير الإرادة السياسية بده موارد. يعني الدولة اللبنانية، وهذا مش من باب التبرير، أنا كناشطة ومؤمنة بقضايا النساء ما بقول مبرر غياب الموارد. طبيعي. الدولة إذا بدها تترجم التزاماتها ممكن تلاقي موارد. عمليا بعد ما وصلنا لمرحلة أنه في إرادة لتحسين أوضاع السجون، يعني مشكلة النظافة الصحية مشكلة عدم توفير الأدوية بشكل دائم ومستدام خاصة للأمراض المزمنة، مشكلة الفحوص الطبية اللي هي بتختصر على فحص السل والسيدة، مشكلة غياب كل ما يتعلق بالحمل والإرضاع. يعني هون كمان عندنا مشكلة حتى القانون اللبناني، عم نشوف صور مظاهرات أستاذة. صح، هذه وقفة تضامنية عملناها أمام وزارة العدل بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان. حاولنا نقول أنه مفهوم العدالة للنساء السجينات هو حق، حاولنا نوجه رسالة أساسية بأنه من حق الدولة أن تعاقب أي سجين أو أي سجينة على ما ارتكب من جرم، ولكن هذا ما بينفي التزامه بأن تأمن له ملابس، بدها تعامله كإنسان بالأول، كرامته بأنه ينام على تخت طبعا. أو على فرش نظيفة، بأن تأمن له كرامته بأنه يأكل ويشبع. عمليا مشكلة السجون مشكلتين. كنت عم تحكيني بس أستاذي عن الحمل والإرضاع والولادة. صح. يعني لما بيكون في سجينة حامل شو بيصير؟ أول شيء القانون اللبناني ما حكي بولا باراجراف بولا بند بولا مادة عن السجينة الحامل أو المرضعة أو الطفل المولود داخل السجن. هذه إشكالية موجودة بالقانون، كأنه يعني ما حط باعتباره المشرع بال 1949 أنه احتمال وجود هذه الحالة. اللي عم بيصير على واقع الحال أنه السجون مش مؤهلة لا لتأمين الصحة ما قبل الحمل ولا أثناء يعني ولا من بعد الإرضاع. الطفل عم بيعيش مع 16 سيدة داخل زنزانة، معظمهم بيكونوا بحالة تدخين يعني دائم بمحاولة للتفريغ. الزنزانات ما بيفوت لا يعني عم نشوف شوي غير مؤهلة الزنزانات لدخول الهواء والضوء الطبيعي. ما في أسرة تخوتة؟ في أسرة ولكن بالغالب وبحسب حالات الاقتزاز هي مش كافية لمعظم السجينات الموجودين. يعني بيناموا 2-3 على تخت واحد؟ بيناموا أكثر على الأرض وعلى التخوتة. في عنا غير مشكلة النظافة، الأطفال بيضلوا جوا؟ بيضلوا، بس هو كمان بالقانون ما في سن معين يبقوا فيه. حلو. فالمشكلة عم تكون استنسابية بين سجينة وسجينة وبين سجن وسجن. بالأخير يعني بقاء الولد مع أمه هيدا حاجة طبيعية وأساسية لمصلحة الشخصين، ولكن عمليا إدارة السجن عم تفضل أنه تظهر الولد خارج السجن لأنه البيئة غير أبداً. مناسبة أنه يعيش طبعاً. فيها طفل رضيع، خاصة أنه إدارة السجن ما بتأمن له يعني احتياجاته الرئيسية كطفل رضيع، ولا عم بتأمنها للنساء إجمالا. يعني النساء ما عم يعاملوا كنساء يعني واضح من احتياجاتهم لجهة الحمل، أنه أنا ممكن يكون عندي سجينة معرضة للاغتصاب قبل صح. ما تفوت على السجن، تعنيف واغتصاب فيه، معرضة للعنف. فهيدي اليوم يمكن العاملات الاجتماعيات اللي أكثر تابعين للجمعيات عم ياخذوا هيدا البار من التأهيل ومن العلاج مع السجينات، ولكن هيدا منه ولكن كيف. داخل السجن أستاذي هل في تعنيف واغتصاب إن كان السجناء أو السجينات بين بعض أو إن كان يمكن من مسؤولين؟ هلا أول شيء لازم نقول أنه بالفترة الأخيرة يعني وزارة الداخلية أخذت إجراء احتراز بأنه يمنع دخول الرجال إلى سجون النساء. هذا قلص كثير من المشكلات اللي ممكن يكونوا عرضة لها، ولكن عمليا نحن بس عم نحكي عن عدد كبير من النساء يعني أكيد حالات الممارسة الجنسية الشاذة هي أمر واقع وهذا بكل سجون العالم، وهذا شيء أنه بده يصير. هلأ يعني هو نظرا لكل هذه البيئة الضاغطة أنه هذه السجينة عم تكون موقوفة لمدة 4 سنين مش أختي حكم، مش عارفة إذا هي بريئة ولا مدانة. هيدي السجينة اللي ممكن تشوف ابنها عبر الشبك لمدة 15 دقيقة أو 5 دقائق، يعني ما هي كل هيدي الأعباء والضغوطات النفسية رح تكون عرضة لكل أي ممارسات داخل السجن سواء من قبل الحارسات أو من داخل يعني من بين السجينات أنفسهم. أستاذة شو الإجراءات اللي عم تتاخد وشو الحلول اللي عم بتلاقوها وهل هالحلول عم تلاقي نتيجة؟ نحن بالمشروع عمليا عم نشتغل على 4 مستويات. المستوى الأول السجينات أنفسهم عبر تنظيم حلقات توعية وحلقات تأهيل بحقوقهم وبواجباتهم. أصدرنا كتيب ترجم إلى كل اللغات لأنه اليوم عنا عدد كبير من السجينات الأجنبيات اللي هن أوقات كتير بيقعدوا محكومية يعني غير عادلة وظالمة لأنه ما في حدا يسأل عنهم أو يدفع عنهم كفالة.
وبالغالب على الهامش ما بيكونوا مرتكبين إلا جرم الفرار من المنزل اللي هو منه جرم بالقانون. فعم نشتغل على مستوى السجينات، عم نشتغل على مستوى كادرات السجن أنفسهم. أنا اليوم إذا دولة أنا اليوم بدي أقوم بالتزاماتي، ما في اليوم حارسة أو حارس اليوم يكون شرطي صير بكرة يكون مسؤول عن سجن، فعم نشتغل على تدريبهم. المستوى الثالث عم نشتغل على القانون، جبنا القانون اللبناني، أعددنا عدد من الدراسات اللي بتبين الفجوات بالقانون اللي أصلاً قطع عنه عدد كبير من السنوات، وفي جملة كبيرة من الفجوات التي يقتضي تعديلها طبعاً. المستوى مع الرابع يعني وما تطور أنه اليوم القانون اللبناني الحياة. بعده بيحكي بعملة وبأسماء سجون بطلت موجودة، بعده يعني كتير فجوات، واليوم الممارسات تتخطى إيجابياً القانون. المستوى الرابع عم نحاول نشتغل على المناصرة والتأييد لقضية السجون. قضية السجون ما بقى لازم تكون قضية المنظمات اللي بتشتغل، اللي عم تشتغل كتير منيح، بس بمكان هيدا الشغل اللي عم تقدمه هو شغل الدولة اللبنانية. فعم نحاول نشكل عبر الإعلام، عبر المنظمات الحقوقية والنسوية، تحالف يحاول يتبنى قضية السجون ويتبنى التوصيات اللي ممكن أن الوزارة الجديدة إذا وزارة العدل استلمت موضوع السجون أن تعدله. أستاذة طيب، في دعم مادي لجمعياتكم؟ أكيد، نحن مشروعنا هو مشروع على سنتين ونص، ممول من الاتحاد الأوروبي ومن الوكالة السويدية للتنمية الدولية، ومثل ما قلت اني 14 يعني جمعيات عم يشتغلوا عليه. عم نشتغل على اطار تدريب للاعلاميين لحتى يبلشوا يقاربوا. اليوم الاعلام بيتحمل مسؤوليه كبيره، ما بقى مقبول الاعلام اللبناني مع كل الدور المهم اللي بيعمله فقط يقتصر انه مسجون بسجن رومي ارتكب جريمه حرق الزنزانه او انتحر. اليوم قضايا السجون لازم نقاربها من منطلق الحقوق الانسانيه اللي هي غايبه. نعم، وهل النتائج عم بتكون إيجابية؟ يعني عملياً نحن بدأنا تغير شيء لهلأ؟ بدأنا من أي متى بدأ هالشغل بالذات؟ هيدا الشغل بدأ من أدار 2013، ما في يقول أنه النتائج كتير مهمة، بس على الأقل نحن التوصيات صارت موجودة عند وزارة العدل لتدرجها. المرحلة الجاية رح تكون تسليم هيدي التوصيات لمجلس النواب اللبناني. يعني نحن بهمنا كتير مجلس النواب عند دراسته للتشريع الجديد الخاص بالسجون يراعي احتياجات النساء اللي هن التأهيل، اللي هن التعليم، اللي هن التدريب، لأنه بعدنا عم حاول ركز أنه ممكن السجين بسجن الرجال محتاج أنه يتدرب بالخمس سنين اللي بدهم يقعدهم جوا، بس حاجة النساء أكتر، لأنه هيدي الست رح تطلع رح تكون مبوسة، هيدي الست رح تطلع رح تكون منفصلة عن عائلتها. يعني هي من قبل وخلال وبعد، فهي بحاجة أكتر أنه تتعلم مهنة، تتعلم يعني وسيلة عيش لاحقة. نحن بحاجة نشتغل كتير على موضوع فصل المحكومين عن الموقوفين، فصل المحكومين لأسباب مدنية. اليوم أنا إذا عملت أكسيدون أي حدا فينا معرض يعمل أكسيدون صير وينحبس على ذمة التوقيف. اليوم مش منطقي بالقانون أني انحبس مع حدا مرتكب جرم قتل. شكرا لك أستاذة منار زعيتر. مشاهدينا نحن وقفة ومنرجع. مرسي.